إذن حول نفوذ الأكراد الانفصاليين في شمال شرقي سوريا ودور الولايات المتحدة في تثبيت هذا النفوذ، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية. دكتور أسامة مرحبا بكم. يعني إذا كان ليس من مصلحة أمريكا أن تبقي مناطق في سوريا معزولة وينتعش فيها تنظيم داعش مرة أخرى، وإذا كان الأكراد ليسوا هم الورقة الرابحة في ذلك، هل تعتقد أن المعارضة بوضعها الحالي تستطيع أن تقدم نفسها لسد هذه الثغرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الأمر أمامنا واضح حقيقة، وسيكون أكثر وضوحا أمام كل الصحفيين، أمامكم وأمام كل المتابعين، في أمر مهم الذي هو قضية اللف والدوران. قضية اللف والدوران والنفاق الأمريكي عاد كما كان، يعني عندما قل في عهد ترامب على كل عيوب ترامب، لأنه صريح يصرح بما فعلا ينوي فعله. لذلك عندما تكلم عن بقاء 900 جندي أو أكثر، قال بصراحة هي لحماية أو لحراسة أو في الحقيقة يعني لاستغلال النفط السوري. لذلك العودة إلى اللف والدوران الذي كان يعني في القمة أيام أوباما عاد الآن، وكان بايدن أصلا نائب أوباما، فالمهم عاد اللف والدوران، عاد يبدو البنتاغون أخذ ضوءا، لا نقول أخضر ولا أصفر، من ضوء الذي يومض ويعني لا يستمر بالإضاءة وإنما يومض باستمرار هكذا حتى يخدع الآخرين، يعني يزغل الأعين كما يقال. اليوم لدينا أمر واضح للغاية أمام المشاهد الكريم، يجب أن يعلم أن أمريكا اليوم تسيطر على أغلب النفط السوري، تسيطر على حقول غاز ضخمة جدا، تسيطر أيضا على المياه الفرات وروافد الفرات تحت سيطرة أمريكا. وليعلم المشاهد أكثر أن هناك 50 كيلومتر لدجلة تدخل في الأراضي السورية أيضا تحت السيطرة الأمريكية. اليوم القمح في الجزيرة، يعني سلة القمح السورية هي في الجزيرة أيضا تحت السيطرة الأمريكية، وهناك المزيد على كل. طيب، فأمريكا استطاعت أن تأخذ هذه المنطقة وتستغلها، والكلام يعني عندما يكون بهذه الطريقة، يعني ضوء يومض باستمرار لا يستقر هذا الضوء، إذا للزغلة الأعين. أما أنهم تخلوا، يعني الكلام حتى أنتم عندما استعرضتم المواقف الأمريكية تجاه قوات قسد، يعني الأمر مربك حقيقة للفهم، يعني للسامع. مرة يقول يعني هم ساهموا في تجميد داعش وفي حرب داعش، ولكن الأمر يعني ليس دائم، وليس هناك تحالف دائم، ليس لدينا النية بأن يكون هناك دولة لا ليس لها يعني مقومات الاستمرار. في نفس اللحظة لا يقول أننا تخلينا عن الإدارة الموجودة التي هي دولة في الحقيقة. نعم دكتور. ويقول دعمنا مجالس المدن، وهذا يعني أنه دعم للوضع القائم واقع الحال الذي هو الدويلة. من اسطنبول الدكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، شكرا جزيلا لكم.